ياسين بكري، رئيس جمعية أمن السياحة الإيكولوجية والتنمية المستدامة بمنطقة تفراوت، بالضبط بتراب جماعة أمل، ومدير تاع التظاهرات الأرقان السنة الأولى 2022. قبل هذه التظاهرة كانت غادي تنظم في الأول في منطقة تفراوت، ولكن من بعد فاش جلسنا مع ناس اللي عندهم صيت في هذا المجال تاع التنظيم ديال التظاهرات، قررنا باش تكون هاد ثلاث أيام في فندق المكار في أكادير، باش تكون واحد بروموسيون للمنطقة كاملة، جهة سوس بصفة عامة ومنطقة تفراوت أمل بصفة خاصة. وكذلك بغينا نبينوا للناس بأن هاد التظاهرة راه كاينة، وراه بغينا إن شاء الله السنوات المقبلة تكون كبيرة أكثر وتكون منفتحة على بزاف المناطق اللي عندهم علاقة بالأركان. وفي نفس الوقت ملي ولا الأركان في اليونسكو هذا، دونك ولا كيمثل المغرب بصفة عامة. دونك هادشي علاش اضطرينا نبداو في مدينة أكادير، لأن هي العاصمة تاع جهة سوس كاملة. دونك فهاد التظاهرة كأي تظاهرة باش يكون عندها واحد الصيت واحد الباع في التسويق ديالها، جبنا فنانين اللي كبار، اللي من البعض منهم عندهم أصول أمازيغية، باش ديما حيت حنا في أكادير ما يمكنش نكونوا في مدينة أكادير اللي هي العاصمة تاع سوس وما يكونوش معنا فنانين من المنطقة. دونك نقدر نذكر شوشو، الفنان مسرحي كوميدي، وكنعرفوا بأن المسرح هو أبو الفنون، دونك جبنا هاد الاسم بعناية باش اختاريناه. معنا حاتم إدار، معنا سعيد موسكي اللي هو ولد المنطقة تاع سوس كذلك، معنا في لجنة التحكيم سكينة الفضيلي، معنا حسن بوشيخي، معنا الحاج بهميدن اللي هو واحد في المنطقة عندنا في تفراوت، واحد الفاعل اللي كلنا اللي قدوة لنا، وكلنا كنحاولوا نخدموا مجموعين باش نميو ديك المنطقة. سكينة فضيلي، عضو في لجنة التحكيم ديال الحدث ميس أركانا، اللي الهدف ديالو هو التعريف بمعاناة المرأة اللي كتشتغل في ميدان شجرة أركان. كيف قلت حنا كتوصلنا غير الزيت، ما كنعرفوش لو باركور اللي كدوز منه هاد المرأة ولا اللي كيدوز منه هاد المنتوج. علاش كنقول المرأة؟ حيت هي اللي من الاول حتى للاخر، وان كان الراجل كيعاون شويش، ولكن هي اللي كتعاني. دونك اختيارنا لهاد الميس غيكون بعد ذلك ان شاء الله مواكبة ليلة، باش نحاولوا نجو تعاونيات باش تعرف او لا تقول لنا كيف قلت المعاناه، وميم طون نحاولوا ناخذوا دي فون، نجيبوا دي فون باش ديك المراه تخرج هي تدافع على المنتوج ديالها، وتعرفوا ويكون تعريف منها هي احسن، ما يجي شي واحد هو اللي يهضر باللسان ديالها على المنتوج ديالها. اول مره كتحضري في سوس؟ اول مره في هاد التظاهرة ما سوس؟ راه الحمد لله حنا مساريين المغرب، وسوس من المنطقة اللي كنظن سواء على المستوى السياحي او الاقتصادي فهي منطقة مهمة، وفيها بزاف الحمد لله تسخر بالمناظر وبالثروات اللي كتشهي كل مواطن مغربي يكون فيها. اشترك الان في قناة اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.